فعلا محترف طب اسنان محترف، لانه في دلوقتي نوعيات من المراكز ما بيديرهاش دكاتره اسنان. جايبين دكاتره اسنان لكن الاونر والناس المديرين مش دكاتره اسنان، دي نصيبه سود، انه بيبدا دول بيفكروا بشكل بيزنس. لازم تاخد بالك وانت داخل من جوده تهويه العياده او المركز، دي نقطه مهمه جدا. لازم تاخد بالك وانت داخل من النظافه العامه اللي موجوده في المكان وتعقيم المكان، مهمه جدا جدا. ركز قوي قبل ما تقعد على الكرسي، تبص له كويس. الكرسي اللي انتوا شايفينه من شويه ده كرسي السنان، ده مهم جدا. ما ينفعش يكون فيه اي قطع، ما ينفعش يكون فيه اي الوان، ما ينفعش يكون يعني اي الوان بقى صبغات غريبه، دم بطش دم موجود عليه، لا اوعى. ما فيش اي لون اصفر موجود مبقع عليه. لازم تتاكد ان الدكتور تشوفه قدامك ايا كان مين هو اللي بيكشف عليك، لابس جوانتي جراحي. ولازم كمان تتاكد انه في خروج ادوات من جهاز تعقيم. يا سلام لو مغطي وشه كمان بالكفر اللي انتوا شايفينه ده، لازم الدكتور يغطي وشه بالكفر عشان الانفكشن تنتقلش من الدكتور للمريض او ياخده من مريض لمريض عبر الدكتور. التعقيم ده مهم، جهاز التعقيم ده مهم جدا جدا. الاضاءه، المحترفين عندهم مكان اضاءه جيد للغايه في مركز، لازم يكون اضاءه بشكل معين. يعني عندنا في مصر مشكله في الاضاءه، حتى في محلات اللبس نفسها اضاءات وحشه في محلات اللبس. خلي بالكم من الكلام ده بشكل مهم جدا. طيب نسال اكتر، بس طبعا ضيفي العزيز لانه هو اللي يقدر يقول لك اكتر من الكلام ده ألف مره، الاستاذ الدكتور احمد الافاص. اهلا بيك يا دكتور احمد. يا دكتور احمد، ازي حضرتك؟ اللي قلته صح. ممتاز. النقط دي كلها لازم المريض ياخد باله منها، وحقه يشوف موضوع التعقيم بالذات. ومن حقوق المريض ان هو يعرف السايكل او الدايره بتاعه الادوات والتعقيم والتمريض بيتعامل ازاي في الموضوع ده. دي من حقوق المريض، ابسط حقوق المريض اللي بيدخل عياده اسنان ويخرج منها بعيدا عن الخدمه اللي هو بياخدها سواء صح او غلط. ابسط حقوق انه ما ياخدش عدو، دي ابسط حقوق. موضوع الاضاءه اللي حضرتك اتكلمت عليه، في التجميل احنا بنحتاج فعلا اضاءات قريبه من ضوء النهار عشان نقدر نبقى عارفين النتيجه بالظبط شبه ضوء النهار. هندخل في كلامنا النهارده عن التجميل، عن الزراعه في عالم مهم جدا من الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تجميل الاسنان الان في معظم فن، ينبغي على طبيب الاسنان المتخصص في التجميل ان يكون عنده حس فني. ابيض 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 طبعا. ودي مشكله، حتى احنا دايما بنتكلم على موضوع تجميل الاسنان ان هو في دراسه، ففي اتنين هيدرسوا نفس الدراسه والاتنين هيكونوا متفوقين وعارفين القواعد فعلا، يعني عارفين ان لازم الطول على العرض يبقى كذا واللثه يبان منها كذا ولكن في الاخر هو الموضوع عباره عن رؤيه فنيه فعلا، رؤيه عين، وازاي ان العين دي قادره تلاحظ تفاصيل عن شخص تاني. اتنين دكاتره هيبقوا دارسين زي بعض وعارفين كل حاجه زي بعض كمعلومه، لكن كتنفيذ في اختلاف كبير جدا في رؤيه الطبيب للمريض، شايف تفاصيل معينه ورابط الدنيا ببعضها، ودكتور تاني مش شايف غير سنان بس. الاجهزه الحديثه في عالم التجميل وفرت حاجتين مهمين، الدقه وايضا الجهد والوقت للطبيب. ابيض طبعا. الاجهزه الحديثه عملت طفره في طب الاسنان التجميلي كبيره جدا، قدرت تطلع لنا الدقه مظبوط وتوفر وقت، ولكن عامل الوقت دايما احنا بنحطه هو اد فاليو لكن مش هو القيمه الاساسيه. القيمه الاساسيه هو الدقه وثبات ودوام التجميل. السؤال الجاي ده مهم قوي بقى، واحنا بنعمل زراعه اسنان مش شرط يعني نعمل اشعه مقطعيه، مش كل الحالات يعني لازم لها اشعه مقطعيه، حالات معينه مش عمال على بطال كده. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ اسود طبعا. الاشعه المقطعيه او الزراعه من غير اشعه مقطعيه هي زراعه في المجهول، او زراعه في مش عارفين حجم العظم ولا ابعاده ولا عارفين المشاكل عامله ازاي، وبنتعامل مع الموضوع على انه ضربه حظ. الاسبوع اللي فات ده كان عندي حاله دكتور ايمن عملت في مكان زراعه لخمس دروس، ووصلت ان هي حطت التركيبات النهائيه. طيب هل الزراعه ثابته ولا مش ثابته اللي هي عاملاها؟ ثابته، يعني ثابته في العظم، ثابته في العظم.
لو المريض فاكر ان المشكله كلها ان موضوع ثبات الزراعه في العظم، فانا احب اطمنه ان الموضوع ده اسهل حاجه، او ان انا احط زرعه جوه العظم ده اسهل حاجه. لكن تخيل النتيجه النهائيه بما فيها التركيبات اللي على الزراعه هو ده اللي صعب. النتيجه النهائيه ان الدكتور اللي عمل لها ما فيش اشعه مقطعيه، فعمل لها من غير ما يبني عظم كارتفاع ومن غير ما يطعم اللثه فوق الكلام ده. فكانت النتيجه يا دكتور ايمن ان انا عندي مستويين من العظم، يعني هنا في سنان وهنا في مكان فاضي، فانا جيت حطيت هنا زراعه على مستوى العظم المنخفض، بقى عندي مستويين. فالطبيعي جدا او البديهي جدا ان في هنا سنه، فانا لما اجي احط السنه اللي هنا هتبقى سنه طويله قد كده عشان اخليها نفس الليفل. فبقت التركيبات دي طبعا ما بيقدرش يعمل السنه طويله قوي كده، فبيعمل حاجه اسمها بينك بورسلين او بورسلين بلون اللثه فوق اللثه عشان تدي شك، وبعدين يحط السنه. طبعا التركيبات دي بتكون سيئه جدا، والبورسلين البورسلين اللي هو بلون اللثه ده او البينك بورسلين ده بيدخل اكل وبيعمل ريحه وبيعمل مشاكل رهيبه جدا. طيب كدكتور زراعه يقدر يقول ان زراعته ناجحه ولا فاشله؟ من مقاييسه هو ناجحه، لكن النتيجه النهائيه اللي خدها المريض ايه؟ نتيجه فاشله جدا، لا عارف ياكل عليها والاكل بيدخل من تحتيها وبيعمل ريحه وبيعمل له مشاكل كبيره جدا. طيب علشان المريض راح لحد غير متخصص في الزراعه، مش حاطط له خطه علاجيه متضمنه التركيبات اللي بعد الزراعه، شلنا الخمس زرعات. وموضوع ازاله الزرعات ده يا دكتور ايمن موضوع مؤذي جدا، عشان ده بيدمر العظم. فشلنا الخمس زرعات وعملنا ترميم للعظم كله حواليه، عشان بقى نبدا نعوض ارتفاع العظم، عشان التركيبه اللي نعملها في الاخر ما يكونش فيها الجزء اللي هو البنك بورسلين ده ويحصل فيها المشاكل دي كلها. البنك بورسلين ده اللي هو لثه صناعيه تبان كلون اللثه صناعيه من المعمل. يعني لثه صناعيه حاجه بلون اللثه. انت ضدها في معظم الاحيان، بنلجأ لها علشان ما عملناش الاجراءات تفادي ان احنا نعوض الارتفاع بتاع العظم. الجهاز السيريك هو اهم جهاز في الزراعه، اهم جهاز في التجميل. جهاز السيريك طفره في عالم التجميل وفي عالم تركيبات الاسنان. ابيض واسود ولا ابيض؟ لكن هو مهم جدا في التركيبات اللي فوق الزراعه، مش في عمليه الزراعه نفسها. الزراعه نفسها لا، الاشعه المقطعيه هي اهم بكتير في ان احنا مكان المسمار اللي جوه العظم، لكن التركيبه النهائيه اللي فوق الزراعه السيريك فيها مهم جدا. التركيبات او التجميل او الفينير بكل اشكالها، السيريك يعتبر اكتر طفره، او الكات كام عامه هي اكبر طفره في القرن اللي فات كله، او في عالم الاسنان من يوم في طب الاسنان من اوله لاخره. دي اكبر حاجه حصلت في ان هي سهلت لنا اجراءات التجميليه والتركيبات وبكل اشكالها. مشاكل اللثه الان قد تصل الى حاله احتياجنا الى جراح او جراحه. ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا. اللثه لازم الناس تفرق بين حاجتين يا دكتور ايمن، معلش هناخد يعني شويه في الحته دي التفاصيل العلميه. مستوى اللثه، يعني اللثه بتقف فين، هو مرتبط بمستوى عظم الفك. يعني عظم الفك اللي هو تحت اللثه، اللثه بتكون اطول منه ب 2 او 3 مللي. يعني انا لو عندي العظم ده زياده وقصيت اللثه من غير ما اعمل جراحه لازاله عظم الزياده ده، ومشيت مبسوط من عند الدكتور، هترجع اللثه لاعلى او يعني لاوطى او اكبر من مستوى العظم 2 مللي. ممكن ترجع في خلال 6 شهور، ممكن ترجع في سنه، يعني هيحصل ريلابس او هيحصل ان هي ترجع لمستواها تاني. طيب امتى ما يحصلش الكلام ده؟ ان انا اقلل مستوى العظم، الحاجه اللي انا عايز اللثه تقف 2 مللي زياده عن مستوى العظم. يبقى لازم في الحاله دي لو مستوى العظم هو المتحكم في الموضوع، هو اللي زياده، فلازم مش هعمل قص لثه بس بالليزر، لا لازم اعمل ازاله العظم الفك عشان اتحكم ان اللثه ما ترجعش لمستواها الطبيعي. السؤال اللي جاي مهم جدا. الليزر هو احد اللاعبين المهمين في التعامل مع مشاكل اللثه. طبعا أبيض. هو ابيض طبعا، هو ادانا كل المزايا بتاعه الجراحه في موضوع قص اللثه، بس ما بنحتاجش خلاص ما فيش نزيف. الهيلينج او التعافي او الريكفري بعد عمليه قص اللثه ممتاز وسريع جدا. حاجات بقى مهمه قوي يا دكتور ايمن، ان الليزر بيعمل لي التظبيطات البسيطه اللي الجراحه ما تعملهاش. يعني مثلا لو انا حوالين سنه معينه، يعني الجراحه تدينا الكونتور او الشكل العام للثه على 10 اسنان، لكن لو سنه معينه شمال من يمين في فرق ربع ملي، الليزر هو المشرط ما يعملش القصه دي.
لكن الليزر يعمل لنا الادجستمنت البسيط يعمله احسن بكتير من المشرط. يعمل كل اللي بيعمله المشرط، يعمل كل اللي بيعمله المشرط بتعافي احسن وبدون نزيف وبدون المشاكل المتعلقه بالمشرط. لكن يبقى برضو اللي بيشتغل بالمشرط وبالطرق التقليديه في الحته دي بالذات الفرق مش رهيب. مش رهيب، لكن هو بيضيف ميزة كبيرة جدا في التجميل. بالنسبة لنا مهم جدا عشان احنا السن، يعني لو في اختلاف في اللثة شمال عن يمين ده مهم جدا بالنسبة لنا انها تكون مظبوطة. تعال نروح بقى للجزء المثير اللي هتبقى فيه اكيد تحمل يعني صفة التجريم او البراءة للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ انا احط اتنين في قفص اتهام في حاله واحده. كويس. طبيب ومريض، اي منهم عايز يعمل كل خطوه من الخطوات في علاج وتجميل الاسنان بنفسه، سواء كان دكتور بيعمل كده بنفسه او مريض عايز دكتور معين يعمل له كل الخطوات، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ المريض متهم. والدكتور لو هو مش انسان خارق للطبيعه فهو جاني. لازم يبقى خارق، لازم يكون بني ادم خارق للطبيعه. طب الاسنان يا دكتور ايمن حاليا هو تخصصات، صدقني دكتور متخصص في الزراعه ما يعرفش يعمل حشو عصب خالص، ما بيقدرش يعمله، مش مثلا بيعمله ب 70% و 60، ما يعرفش يعمله خالص. دكتور حشو العصب ما ينفعش يحط زراعه. دكتور الجراحه متخصص جراحة مستحيل يعمل تقويم، دكتور التقويم مستحيل يعمل جراحة. فالموضوع زي عندنا كده، زي عندنا بالزبط. الجراح ما يقدرش يشتغل بطنة، البطنة ما يقدرش يشتغل بالزبط. جراح بتاع الرمد ما يقدرش يعمل عملية كلى. الموضوع عند في الطب البشري مفهوم وواضح. في الأسنان يعني الناس مختلط عليها الأمور، في الآخر هو طبيب أسنان، لا يا جماعة هو متخصص إيه في الأسنان، والتخصص في الأسنان دلوقتي يعني تخصص واضح وصريح، والدكتور بيشتغل حاجة واحدة بس، بيشتغلش كل التخصصات. المريض متهم علشان هو فاكر ان هو مثلا رايح للدكتور الفلاني اللي هو عمل له مرة حشو عصب وكان مبسوط منه جدا، فعايزه هو يعمل له تقويم وهو يعمل له جراحة وهو كل حاجة. الدكتور جاني طبعا ان هو لازم يريفير او يحول الحالات على المختص، وهو من جواه او هو في قرارة نفسه عارف ان انا دي انا بعملها ب 30%، طب ليه اعملها؟ دي بعملها ب 60% ليه اعملها؟ طب اللي حضرتك شاطر فيه وعارف انك بتعمله بنسب 100% ومتمكن منه جدا اعمله وخليك متخصص فيه واشتغل كله منه. حاجه بره التخصص ارجوك حوالي المتخصص، يعني الموضوع مش صعب وفي الاخر يعني هيجي لك في تخصصك الشغل بتاعك وزياده. المركز لازم يبقى فيه عمل متكامل، يعني المركز بيبقى فيه جذور، في تركيبات، في زراعه، في كل حاجه طبعا. بس كل واحد له برانشو، كل واحد ليه البرانش بتاعه وبالطقم بتاعه وبالاسيستنت بتاعه وبالتمريض بتاعه. فاهم الموضوع؟ يعني دكتور ايمن اقول لحضرتك على حاجه، الناس تفاجئ ان تمريض الاسنان فيه تخصص، انت متخيل؟ المساعدين، التمريض والمساعدين، يعني مثلا اللي بيقف مساعد مع دكتور التركيبات ما يقدرش يقف مساعد مع دكتور التقويم، لا يعرف الاته ولا يعرف اجهزته ولا يعرف يناوله اللي هو عايزه ولا يعرف يشتغل معاه خالص. يعني مش بس الاوبريتور او الدكتور اللي بيشتغل، حتى المساعدين اللي بيقف مع حد ما بيغيرش ويقف مع حد. على فكره المساعدين ليهم قيمه كبيره جدا 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 جدا. جدا. مساعد زي مساعد الطيار كده، يعني بيوجهه بيديله الاله صح في التوقيت الصح. لو مساعد وحش لا الدكتور يعني في حالات، لو انت مثلا دكتور ايمن بنلزق دلوقتي في فينير، يعني هنركب فينير، لو المساعدين اللي موجودين يعني تقريبا بنحتاج اتنين مساعدين دايما مع الدكتور اللي بيركب فينير، لو المساعدين اللي موجودين دول مش فاهمين ان ازاي العزل وازاي الفينير دي السكشن لازم ما فيش نقطه ميه تلمس الفينير وهي بتتلزق، وازاي احافظ على المكان ده وايديهم بايد الدكتور في كل ثانيه عشان الحاله تتلزق بدون ما يكون في نقطه ميه ولا مشاكل، عشان ما تقعش، عشان ما يحصلش مشاكل، لو جبت مساعد بتاع تقويم او بتاع جراحه ووقف الحاله دي هتبوظ. والدكتور شاطر جدا والفينير معموله سيرك ومعموله، والمساعد ده شاطر في تخصصه، والمساعد ده شاطر في تخصصه، لكن هو النهارده وقف هنا لا الحاله هتبوظ. تعال نروح بقى للجزء الثالث، الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟
اللثه اللي بتتلون تلون اسود يصعب انها ترجع للون الطبيعي تاني، وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم. بترجع عادي جدا بالليزر، وموضوع بسيط جدا واجراء بسيط جدا بيتم بالليزر. مفيش سن اعلى او كل السن وارد ان انا اهتم فيه باسناني؟ يقين يقين كل الاسنان ده من اول ما يبدا الطفل يسنن لحد يعني اكبر سن لازم يكون بيروح لدكتور الاسنان وبيبدا يتابع. تساقط الاسنان او فقد الاسنان يسبب مشاكل عديده جدا منها الروائح والهضم السيء والى اخره. يقين، وبيسبب كمان فقد الاسنان المجاوره والاسنان المقابله وتاكل لعظم الفك. مفيش استغناء او تجاهل للاجهزه الحديثه في عالم طب الاسنان؟ مستحيل. مفيش يعني مفيش عوده لما قبل الميلاد، لا مفيش الكلام. مفيش رده خالص. لا بالعكس، ندور على الجديد دايما وندور على التكنولوجي دايما ونقاتل عشان نجيب الحاجات الجديده كل يوم. عايزين نتكلم بقى في العالم زي ما بقول اندر وورلد بتاع عالم طب الاسنان، في عالم التركيبات، في عالم المواد، في الماتيريال. بس دكتور ايمن، لحد النهارده في ناس بتعمل تركيبات على اسنانها مع ناس ماشيه بشنط في الشارع لحد النهارده، والله والله بجد. ومواد هي ما ينفعش تستخدم حتى كتركيبه مؤقته لمده يوم، بيحطوها بالسنه وبالاثنين وبيجوا بحاله مزريه للاسنان واللثه والعظم بتاع بيجوا منتهيين تماما الاسنان بعد سنه واحده او سنتين. في مواد كتيره جدا اللي كل همه لو هو بيعمل تجميل او بيعمل تركيبات او تعويض لاسنانه كلمه بكام، هو دايما خسران. عشان هو هيروح لأرضأ حاجة، والمنطقي يا جماعة إن أرضأ حاجة هي أرخص حاجة. كويس، ده موضوع منطقي. أنا في نفس العيادة هتلاقيني بقول لك أنا نفس العيادة ونفس الدكتور ونفس الأجهزة، وهتلاقيني بقول لك عندي خامة إكس بجنيه وخامة واي بجنيه وربع. ده علشان في فرق ما بينهم في التكلفة، أكيد في فرق ما بينهم في التكلفة. طب لو لقيت حاجة بقرش، صدقني هي ما تقارنش بدول خالص، هتاخد نتيجة مختلفة تماما وهتاخد ضرر لنفسك أكتر من فايدة. بصوا، مدعي الطب اللي شايلين شنطة وبيروحوا سواء في طب الأسنان أو في التجميل، شايل شنطة كده عمال يلف من هنا لهنا ويعمل هنا ويعمل يروح البيوت وبتاع والكلام ده كله، لو لقيتوني بجري في الشارع ورا حد هيكون واحد من دول، ويا ويلو لو وقع فيني. بص، تمرين 20 سنة ولكن هطلعه فيه. أنا بقالي بتدرب 5-6 سنين ما لعبتش ولا ماتش، أنا بقى نفسي أطرف حد من دول. نورتنا وأسعدتنا وأضفت لنا الكثير. شكرا جدا دكتور أيمن. طبعا ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة في عالم طب الأسنان وسوبر ستارز، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، أسعد جدا بوجوده معنا الأستاذ دكتور أحمد القفاص، كان في حوار مبدع في الناس الحلوة. خليكم معنا.